ممكن ممكن نقف يعني ادي الفيميلز السيدات يجوا الناحيه دي كده والشباب يجوا الناحيه دي كده السيدات يجوا الناحيه دي كده يجوا جنب الدبل دايموند دايركتور الجميل ده اتفضلوا يا جماعه طيب ممكن ناخد صوره مع بعض وعايز الناس اللي موجوده دلوقتي جوه البقعه يعملوا اكبر نويز واكبر تحيه لسفاير اكزيكتيف يا جماعه جراند امباير فريق اقول 3 2 1 وانا اتصور 3 2 1 ممكن ممكن نقف يعني ادي الفيميلز السيدات يجوا الناحيه دي كده والشباب يجوا الناحيه دي كده السيدات يجوا الناحيه دي كده يجوا جنب الدبل دايموند دايركتور الجميل ده اتفضلوا يا جماعه طيب ممكن ناخد صوره مع بعض وعايز الناس اللي موجوده دلوقتي جوه البقعه يعملوا اكبر نويز واكبر تحيه لسفاير اكزيكتيف يا جماعه جراند امباير فريق اقول 3 2 1 وانا اتصور 3 2 1 خليني اقول لك يا جماعه ناس كتيره بتبقى خايفه ان هو ما تدخلش لا تدخل ما تدخل ما تعرفش تعملها خليني اقول لك ان انت لو ما دخلتش اقول لك ان هي فعلا مش تحصل so we agree we sign up بدات تمام حلو we help all our friends sign up هنساعد كل اصحابنا ان هم يعملوا sign up we help our people that we love sign up هنساعد كل الناس اللي بنحبها ان هي تعمل sign up we try to meet the people that we are inspired by and we help them to sign up هنقابل الناس اللي هم بيلهمونا هنساعدهم ان هم يساين ابوا معانا برضه in order to make a sign up we need to what لو عايزين نعمل sign up محتاجين نعمل ايه؟ Show the plan. نعرض الشغل. Show the products. نعرض المنتج. You need to talk to people. محتاج تتكلم مع الناس. So we can make sign ups. فتحصل sign up. Number one. فرقم واحد. Never stop. عمرك ما تبطل. Number two. رقم اثنين. Buy a package. اشتري package. And if you make a new sign up, he buys a package. ولو عملت sign up جديدة خليه يشتري package. I love the package that you guys have seen today. How many of you love the package that Islam Muhammad have shown? أنا حبيت الباكج اللي شفته النهارده. مين يا جماعة؟ Are you kidding me? مين حب الباكج اللي شافه النهارده؟ أنتوا بتهرجوا يا جماعة؟ Did you see the variety of the product? شفتوا تنوع المنتجات اللي فيها؟ Did you see that there is I cannot even say that but that there is 10,000 PowerLink points on the package? شفتوا يا جماعة إن الباكج فيها 10,000 نقطة؟ إيه؟ Let me tell you the truth. خليني أقول لك الحقيقة. The first time أول مرة I have heard about something like you know Jeunesse maybe they want to make a package with 10,000 PowerLink points I said what do you mean أول مرة سمعت إن شركة جناس هتعمل باكج PowerLink ب 10,000 نقطة قلت لهم إيه ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ مش فاهم I said they never will do that ever أنا قلت لهم استحالة يعملوا حاجة زي كده Why would they give everybody free money؟ ليه هيدوا الناس يا جماعة فلوس ببلاش؟ I swear to you I'm a little bit good in network marketing right اقسم بليكوا يا جماعه النهارده يمكن انا بقيت احسن شويه في النت ماركتنج I speak to many leaders of other companies وبتكلم مع قاده كتير جدا من شركات ثانيه and as you know every company saying we will explode ووعدناهم ان احنا هنروح مصر وهنفتح البلد دي وهنساين اب اقوى قاده فيها وهتشوفوا الانفجار اللي هيحصل في جمهوريه مصر العربيه And some of you already heard me speak before at some of the other events that we did. بعض الناس اللي هنا سمعتني بتكلم قبل كده في مؤتمرات عملتها قبل كده. And I promise you that there is a great future for you in Jeunesse.
وعايز اوعدكم ان ليكم مستقبل جميل جدا في جيناس. And I promise you there can be a life-changing experience in جيناس. واوعدكم ان هي تجربه فعليا هتغير لك حياتك بالكامل مع جيناس. And today you see so many sapphire, sapphire 25, sapphire 50, ruby, even emerald. On the stage. النهاردة شفت ناس كتيرة جدا محققة رتب كتير من أول سفاير سفاير 25 50 إلي روبي إمرالد على المسرح النهاردة. And if you think this is great, yes, it's great. But if you think this is everything, كتير من الناس كتير. أنت شو عم تساوي؟ هيدا بزنس مش للميدل إيست، هيدا ما راح يمشي، الناس راح تضحك عليك. لأنه أنا كنت مدير عام. لجروب شركات كبير موجود بكل الشرق الاوسط، كان عندنا 17 وكاله منهم بيوتي، وكان عندنا فروع بكل الشرق الاوسط 45 فرع. واول ما شفت البرودكتس تبع جيناس حسيت انه هيدا الشيء اللي عم فتش عليه. انا ما عندي خبره بالنتورك ماركتينج ولا بعمري اشتغلتها، بس انا بفهم بالبرودكتس. عشان هيك شفت هيدي البرودكت المميزه، يعني لا يمكن كان انه بغض النظر عنها وما فكر انه يجيبها على الميدل ايست. من هون ابتديت تركت شغلي وابتديت شغل جيناس. وقديش سمعت اشياء نيجاتيف من الناس كانت دائما عم بتزيد قوي عندهم. قديش سمعت اشياء محبطه من الناس كانت دائما عم بتخليني يكون عندي اصرار اعرف اكثر. لانه هيدا البزنس اول ما ابتديت احضر مؤتمرات لجيناس ابتديت اتعلم الاشياء اللي انا ما عملتها بالكارير تبعي ب 22 سنه. كنت انا ادرب المديرين، كنت دائما اقول للمديرين تيم ورك تيم ورك تيم ورك. بس للاسف بهيدا البزنس اكتشفت الحقيقه لكلمه التيم ورك. لانه بكل البزنسز بالعالم الكبار ما بدي اقول كلمه كبيره، بدي اقول بيستعملوا الاصغر منهم لحتى يوصلوا. هيدا البزنس الوحيد بالعالم يلي لازم تمسك ايد اللي تحتك وتطلعه حتى انت تكبر. هيدا اللي خلاني احب هالبزنس. هيدا البزنس يلي بخليك تزرع بسمه على الاف وجوه. هيدا البزنس يلي بخليك تشوف شخص ما بتعرفه ولا بيعرفك ولا بعمرك قابلته، بس هو شايفك وهو متابعك، هو داونلاين 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 لإلك، يجي بيقول لك ثانك يو لأنك غيرت لي حياتي. هيدا الفرق بهيدا البزنس. بهيدا البزنس تعلمت أكثر. أنا كنت دائما أقول إذا بدي أفتح شركة قديش ممكن موظف فيها؟ 50 100 200 500 أكثر. أنا كنت بدير شركة كان فيها 820 شخص، كنت أتعامل مع 45 مانجر كل يوم. بس ما كان فيني افتح شركة فيها أكثر من هذا العدد اللي كنت عم بيره. أول ما شفت الجناس على الميدل إيست حسيت إنه النجاح الحقيقي مش ان احنا نروح برامج، النجاح الحقيقي مش ان احنا حتى نشوف برامج تلفزيونيه او اذاعيه او نجيب كتب نقراها، النجاح الحقيقي للي عاوز ينجح فعلا هو التطبيق. هنطبق ولا لا؟ هنطبق في حياتنا ولا لا؟ ياما دخلنا مدارس، جامعات، دراسات، قرينا، حضرنا برامج، سمعنا راديو. كل الحاجات دي برامج الراديو ولا التلفزيون ولا الكتب اللي قريتوها في حياتكم طبقت منها قد ايه؟ وده سؤال لكل واحد في حضراتكم. طبقنا قد ايه من اللي اتعلمناه في حياتنا؟ النجاح الحقيقي في نقط. انا عاوزكم تكملوا السطر. ممكن؟ في قلب؟ في التطبيق. النجاح في التطبيق، النجاح في التطبيق. مين هيوعدني انه اذا وجد كلمات نافعه لي، وجد معلومات نافعه لي، هيطبق الكلمات ديت وهينفذ اللي هيتعلمه مع بعض؟ هنتعلمه مع بعضنا، انا كمان هاخد من خبراتكم وهتعلم من حضراتكم. مين يوعدني انه هيطبق الشيء اذا وجده مفيد؟ وعد وعد وعد. روعه. حيوا انفسكم على هذا الوعد اللي هنبدا بيه لقائنا النهارده. Are you ready؟ روعه.